لمزيد من التفاصيل عن تأكيد قرار رفع الحد الأدنى للأجور معنا الناطق باسم وزارة العمل الأستاذ محمد زيود. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. يعني بداية، ما هي القطاعات تحديدا التي شملها هذا الاستثناء؟ الشريحة المشمولة بهذا الاستثناء جاءت لمراعاة لظروف أصحاب العمل والقطاعات المتضررة الأكثر تضررا، وأيضا القطاعات المغلقة والتي لم يصرح لها بالعمل بسبب أوامر الدفاع أو بلاغات أو قرارات قد تحد من عملها خلال الفترات المقبلة أو خلال الفترات الماضية. هذه القطاعات الأكثر تضررا كما تعلمي أخت إسراء هي تحدد بقائمة شهرية يعلن عنها ويتخذ القرار بها من بقرار مشترك من وزيري العمل ووزير الصناعة والتجارة والتموين، وترفع إلى دولة رئيس الوزراء للمصادقة عليها. هذه القائمة يتم تحديثها شهريا من أجل أن يكون هناك مواكبة وتطوير على هذه القائمة بحسب القطاعات الأكثر تضررا. هناك بعض القطاعات تدخل إلى هذه القائمة وبعضها يخرج من هذه القائمة بحسب الحالة وما عدد أيام الإغلاقات، ولها أمور كثيرة تتعلق بتصنيف هذه القائمة. وكما تعلمون أن هناك مطالب كثيرة كانت قبل جائحة كورونا برفع الحد الأدنى للأجور مراعاة لظروف العاملين في القطاع الخاص، ومن أجل أن تكون هناك تسهيل عليهم ولتحسين ظروفهم المعيشية. بعد أن دخلت جائحة كورونا اتخذ هذا القرار قبل الجائحة بشهر وأعلن عنه من الحكومة السابقة، وأيضا تؤكد اللجنة الثلاثية التي اجتمعت قبل يومين برئاسة وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معالي القطبين، وأيضا حضور ممثلين عن الحكومة وأيضا ممثلي أصحاب العمل والعمال، من أجل أيضا التأكيد على قرار رفع الحد الأدنى للأجور الذي هناك تكهن العديد من الناس أن قد يتم إرجاء هذا القرار، لكن جاء الإرجاء فقط لعدد للقطاعات الأكثر تضررا. نعم. والقطاعات التي لم يصرح لها بالعمل، وعليها هذه القطاعات أن تلتزم بهذا القرار اعتبار من 1 حزيران 2021. نعم، ولكن أستاذ محمد، يعني للتوضيح، أنت تتحدث أن هناك تغيرات ستكون بين شهر وآخر القطاعات المتضررة، فبالتالي إمكانية تنفيذ هذا القرار ما بين شهر وآخر، ما بين الخروج من القائمة. نعم. والعودة إليها، كيف من الممكن يعني التأكد من أن هذا القرار سيكون قاضي لأشهر وسيستفيد منه المواطنون؟ نعم، اليوم سيدتي الذي يستفيد القطاع الذي يدخل هذه القائمة يستفيد من هذا القرار، وأغلب القطاعات هناك قطاعات كثيرة متكررة كل شهر، وكما تعلمون في مقدمة القطاع السياحي والقطاعات العديد من القطاعات التي تتكرر في القائمة ويدخل هي أعداد محدودة من التغيرات بسيطة على هذه القائمة في ظل هذه الظروف، خصوصا أن القطاعات التي أصبحت أكثر تضررا هي أصبحت قطاعات معروفة وفي مقدمة القطاع السياحي. وبالإضافة يعني قطاع التعليم مثلا والمدارس. نعم. نعم، كل سيدتي كل قطاع يدخل هذه القائمة سيستفيد من هذا الاستثناء بحسب الشهر، وكما تعلمي هي مدة 5 أشهر فقط هذا الاستثناء، ومن ثم يتم تعميم القرار على الجميع دون استثناء. نعم، عندما نتحدث إذن عن ردود فعل للمواطنين والقطاعات الصناعية وحتى أرباب العمل في مختلف القطاعات، هل رصدتم أي ردود فعل سلبية واضحة ومباشرة على هذا القرار؟ سيدتي لا أحد يستطيع أن ينكر أن الجائحة أضرت بالجميع دون استثناء، سواء كانوا عاملين أو أصحاب عمل، ونشكر من خلالكم أيضا تجاوب القطاع الخاص في العديد من القرارات التي تمس حياة العاملين لديهم، وتجاوبهم في الكثير من القرارات مثل بلاغات الدفاع الصادر بموجب أمر الدفاع رقم 6، وأيضا في مثل هذا القرار تفهم الإخوان في القطاع الخاص أن الظرف صحيح صعب، لكن يعني آثروا أن يكون هناك دعم للعاملين لديهم في ظل هذه الظروف، وعلى أمل أن تكون هناك الظروف إن شاء الله في الأشهر القادمة تكون أفضل وبائيا حتى يتم النهوض بالاقتصاد من جديد إن شاء الله. نعم، الناطق باسم وزارة العمل محمد زيود، شكرا جزيلا لك.